السلام عليكم. في التفاتة إنسانية افتتحت سلسلة عاشور العاشر الكوميدية عرض موسمها الثالث على التلفزيون العمومي بالترحم على الفنانة والراحلة ريم غزالي والتي غادرت الحياة منتصف شهر مارس الماضي بعد صراع طويل مع ورم خبيث في الرأس. وبدأت الحلقة الأولى من السلسلة مساء أمس الأربعاء بإعادة لقطة من إحدى حلقات الموسم السابق شاركت فيها ريم غزالي بدور سلطانة عثمانية، ثم أتبعتها بشاشة سوداء مع كتابة العبارة التالية: ريم راحلك لم ينسنا عزيمتك وابتسامتك وروحك الطيبة. فريق عمل عاشور العاشر يسأل الله لروحها الرحمة والمغفرة، رحمها الله وأسكنها فسح جنتها وألهم ذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.